ومرحبا بكم مع بداية الحلقة 29 من برنامجكم فوازير رمضان، والتي نقدم في بدايته عرضا سريعا لأهم ما تضمنته حلقة الأمس من المعلومات. من النساء السابقات إلى الإسلام، وهي شقيقة إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وابنة أحد الخلفاء الراشدين. والآن ننتقل بكم إلى شخصية الليلة، وهي شخصية أحد فحول الشعراء الأمويين. ولد في البصرة نحو سنة 641 ميلادية، وتوفي نحو 732 ميلادية. قضى حياته في مدح الناس وهجوهم، وشهرته كشاعر هجاء أكثر منه شاعر مديح. نرجو أن تكونوا قد عرفتم اسم هذه الشخصية، إذا كان كذلك نرجو الاحتفاظ باسمه لإرساله مع بقية الأسماء في نهاية هذا الشهر المبارك على العنوان التالي.